هو البث المباشر اللي بيتقال، يعني زي ما انتم شايفين ده في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي مباشرة من برج العرب. طبعا خدمة قوية جدا، فرقة رايحة طبعا التمرين الأساسي. أنا بقول طبعا أحمد شكري شايفين وأحمد عادل، أنا بقول لكل زمايلي بقى وأصحابي وأصدقائي وكل الناس اللي رايحة تشجع فرقة النادي الأهلي بكرة، بقول لهم أرجوكم ساعدوا الأمن والأمن هيساعدكم. عايزين نطلع المباراة بشكلها كويس جدا. في إخوة توانسة بكرة موجودين، أكتر من 1000 مشجع من حقهم يشجعوا فرقتهم بالطريقة اللي عايزينها. الناس دي لما بنسافر تونس بيقابلونا مقابلة محترمة جدا وبيعاملونا معاملة كويسة جدا. احنا نفس القصة ان شاء الله، قابلناهم امبارح مقابلة رائعة جدا وبنقابلهم مقابلة كويسة، وان شاء الله بكرة يبقى التعامل بين الجمهورين تعامل مثالي. وزي ما احنا شايفين الصورة الجميلة اللي قدامنا، هينضم لينا زميلنا